تدري 30 دقيقة، وش وضعكم انتم؟ خلاص أبى أقول لك معلومة 15 دقيقة باقي يا شباب. أبى أقول لك معلومة. لبيه يا عيوني لبيه. تدري ان سؤالك اللي أول وجهته الصقر كلامك صحيح؟ اللي هو ايش؟ انه كان غير راضي انه يشارك في تدري ليش يا فيصل؟ لاني كنت عارف الشهاده وعلمني واحد يعني من الشباب. ايه هو كان غير راضي، بس انا طلبت قلت له صقر طالبك، شفت؟ شارك، انت شاعر مبدع. المهم انه اقتنع في الاخير، لكن جاب لي بيت يدرس. وش كان بيتك انت؟ انا الليل موحش في غيابه ظلامه، وفي صدري من الضيق جرح وتلحاف. الله الله. وهو بيته ضاع الكلام، قال الكلام وضاعت الابتسامة. وش؟ قال الكلام وغابت الابتسامة من بعد ما جربت طعم المعاناة. الله الله الله. تحسون ان البرايم ظلم الشعراء انه يكتب بيت واحد؟ ايه اي قصيدة تكتب فيها بيت واحد. طيب ليش ما طولتوها؟ ما قدرنا نطولها. كم بيت؟ 9 ابيات اتوقع. 9 ابيات؟ تحسونها طويلة 9 ابيات؟ ايه 9 ابيات طويلة. على شيلة طويلة. اشوف الشيله من 7 إلى 9 ابيات طويله. ايوه لكن بعلمك حاجه، هذه اغنيه برايم عرفته، عمل برايم حلو. يعني عادي لو كان 15 دقيقه، لان اصلا كله بيكون شغال، عرفت؟ حلو. لان هذا الحين انت وقت البرايم انتهت، بعدين جابها المخرج مره ثانيه. صح والله صوتك زين. لونها كلش حليتها. لونها 15 دقيقه مثلا، صح؟ اجمل واحسن. والله كنا ناويين نكتب كل واحد بيتين عشان نعطي بعض مجال. طيب ليه؟ تكون معك فكره، تكون معك صوت. شوف اعلمك حاجه، تكوتكم ذاك اليوم هنا في المطبخ والصياح، كنت اتوقع انكم بتجيبون شيء واو، طلعت ممكن اخس. طلعت ويو. عمل برايم اسمعه. ابو حامد، ها ابو حامد طاقر. ما جامل ادعوك الى التدخل. ابو حامد، ابو حامد قلنا له اسكت. ابو حامد تبي هواء وطلعت ويو. لا شوف والله صدق، ها بعض الاوقات تسوي حاجه تحس منها واو. اي والله تطلع ويو ويو. احيانا يظلم الشاعر، يعني انت الشعر الشاعر. تعال كان يظلم الشاعر يعني من الأخير تقول حنا الشعراء ما قصرنا، كتبنا أبيات جميلة ومميزة. المشكلة عند مين؟ المشكلة عند نواف السند. إيش دخل نواف؟ قول المنشد. نواف السند هو المنشد. لا 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 لا, لا. هو لا. تدري إيش مشكلة نواف؟ مسكين مشكلة. إنها كل شيء في ظهره. هو مشكلة تقول له يا أخي سوي العمل. قال يلا ولا 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 أعرف أنا مطلق جديد ولا منهجات يشيلها. قلت الرجع يلا أعطنا. هذا الرجال يقول انها اسمعني عمل البرايم احنا ما قصرنا الشعراء. خل طيب اللي خرب المنشدين. خل والله اي والله كلام. بما ان حمد معنا، أيوه. لن ينجح اي منشد في العالم الا بوجود الشاعر. نقطة هاي. بقول حاجة بس، لن تنقل كشاعر للناس الا بالمنشد. طيب تعال قول. طيب. لا الله أبعلمك حاجة. علمني فن الراب. حلو. ما في شاعر راعي كلمة، كله سولف وناجح عالميا. حلو. هذاك شو اسمه البرازيلي، هذاك الفن البرازيلي ما في شعر. لكن دخلنا في البرازيلي والراب، هذه فنون. فنون ما هي لا تقول في العالم. شوف لا تقول في العالم. سؤال عمرك شفت شاعر امريكي؟ لا تقول في العالم. عمرك شفت شاعر امريكي؟ اي بالهبل. كيف يغنون اجل الامريكان؟ شخبطة. لا 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 ما في شخبطة. لا لا حتى يقول وجنتيك مثل الفراشات التي غردت في سماء الحب في الن... يجيب لك حاجات. الله. عندهم ترى تصور وعندهم خيال. اسمع شعري. والله إن عندهم تصوير شعري ما هم في العربي. تمام. يا حبيبي إذا ما تدري في شعراء يعني زي عندنا هنا، عندنا شعراء واو. إيه؟ عندهم شعراء واو ما هو ويو. والله فعلا ترى ثقافات في العالم كله، فأنت لا تستنقص من أي شعر ثاني. اسمعني. اسمعني يا قلبي. إذا كلمتك حلوة ما هي مشكلة. إذا كان البرايم مو حلو أغنية البرايم، بالعكس أغنية البرايم. لا تدفع على الشاعر. أغنية البرايم إن قلنا الشاعر ما قصر، صح يا أغنية البرايم جميلة، وأنا قلت لك الشاعر ما أعطي مجال. بالعنسانة ما أعطي مجال الشاعر. يعني الشاعر تعطي بيت واحد تبيه فيه صورة شعرية وتبيه فيه معنى وتبيه يمشي على قاف. معك 15 دقيقة. الشاعر تبيه يمشي على معنى. معك 15 دقيقة. أبغى الشاعر يوضح الآن الشاعر. يلا. إيه.
يقول إلى متى عايش على مفردة ليث، وإلى متى بين الرجاء والتمني، أخذت مني كل شيء وخليت دمعا على ذيك الليالي شحني. لو كنت أعرف أن المحبة تناهيت، ما كان في لحظة تمكنت مني، خذيت مني قرب عفت وصديت، خليت نظامي وخيبت ظني، حتى لما أصبح ولا ليمسيت دوافعي من يم حبك دعني، ومدار رحت مع الأوادم وقفيت، ما عاد ينفع في الحياة التمني. الله الله الله. هذا اسمع اسمع الشعر عاطف هذا ولا وجداني ولا شو؟ ابداري هذول يغنون وانت تتحاكى والقدر تشتش والشعر يقصد الشعر يقصد خلفيات والدنيا غادية خلف الشعر لازم خلفية خلف الشعر. عطنا واحدة عاطفية كذا، ابغى اشوف العاطفة حقتك كيف هي. صح صل على النبي. اللهم صل بالله. عطنا غزة والسويس. وجه عطنا غزة والسويس. والله انك اكتفي ببنية في الصدق. لا 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 انا ذا غزة والسويس انا طالبها. كلكم نبغى نسمع منكم. انا طالبها منك غزة والسويس. طالب خويك. اه وعزاه مما جرى عصر الخميس، شفت مجمول صغير على اول ما نشا، ساع شفته واقف صرت في خدمة ابليس، لعب بالمعلوق لعب المحالة برشا، وهبه ربي وصوف بها غيره فليس، اشهد ان الله يعطي ويحرم من يشاء، في عيون حرب سينا وغزة والسويس، نعسات تسرق القلب من جاشة الحشا، يا قمر يا ليت يا كهرباء يا مغناطيس، جاذبيتك جذبتني وانا اجهل وخشى. الله الله صح لسانك. البيئة لها دخل صح في القصيد؟ اكيد. ايش سمعت كم باقي دقيقة؟ البيئة فيها صح؟ تحس انها عاطفية جلفة. عاطفية جلفة طبيعي، لان شوف اي شخص في الحياة اي خصوصا الشعر تسيطر عليها البيئة اللي حوله. يعني انت مثلا عايش في البر ما راح تكتب لي قصيدة تقول لي انا على كورنيش ولا على تعيش تقوص البر، تكتب قصيدة على البر. لكن إذا كنت على البحر لا تكتب قصيدة. طيب أنت يا فيصل ليه؟ أنت ما أنت عايش في بحر ولا أنت عايش في صح؟ إيه أنا عايش في بر. في بر؟ إيه. طيب إيش قصيدة غير عن قصيدة؟ قصيدة صقر. أنت العطفة عندك حلوة كذا، تحس إنها أي شاعر يتميز له في أشغلتني بالقفز هذا أشغلتني. أي شاعر يتميز بنوع معين من الشعر. سلام. يعني في شعار يحبون المدح يكتب على المدح شيء عاد. من بيت شعري يا ابني؟ إيه؟ انا ابوي شاعر. ما شاء الله الله يحفظ لك. اللهم امين. سلمت. و 8 دقائق يا شباب. ها في تدخل في تدخلات يعني خارجيه، يعني انت تتحكم عليك بيئة. ممكن انت تكتب القصيده لكن اللهجه اللي حولك كلهم ما يفهمون كلامك. يعني ممكن تقول انك مثلا تكتب يوم الايام قصيده مجبر عليها. أكيد. زي ما كتب واحد من اخوان البرايم. اكيد في قصائد احيانا تجبر عليها، تبي تشارك مع اخوياك. إيه؟ تبي مثلا قال لك واحد اكتب لي مدح في فلان ما تعرف فلان اصلا. اي شوف هذه بكثرة. ليش الشاعر يكذب؟ وفلوس الشاعر ما يكذب. اعطاك بالنهايه لا تقول الشاعر هو يقول الشاعر ما يكذب. والله شوف الشاعر انا بالنسبه لي الشاعر اذا عرف قصة الشعر هو اكبر كذاب. اوهو. لان في شاعر شوف في شاعر يتغزل وهو ما له في ما له في الشغلة كلها ولا عمره شاف لا غزل ولا غيره. وفي شاعر يعاتب وهو ما عمره حب في حياته بس كذا عاش طقوس الحب داخليا وعاتب. في شاعر وجداني لكن ما عمره فارق لها حد. يعني ممكن أصدق الشعر الهجاء. أعذب الشعر أكذبه. هذه مقولة أكذبه. سلمت يا أبو. يقول يقول تغزل تغزل وكذا. فيه شاعر اسمه عابر يقول ودي ألبي كل مطلوب غالي كذا ما أدري إيش قال عن مواكب الجيل. شعر الغزل في الغيد ما له مجالي ولاني حريص أنشر قصايده بالحيل، يمكنني أوصف لكم من خيالي وأسرد لكم وصفي بدق التفاصيل أما حبيبة قلبي وراس مالي والله معرض وصفها للرياجي. الله 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 الله. ما هو بلازم إن الرجل لازم إنه يوصف وكذا. أيوة لكن احنا في سالفة ان الشاعر يعني مثلا يا صقر انت ابو نيام مثلا بعض الاوقات تلقى لك شاعر يقصد في واحد ويقصد فيه ويقصد وانت تعرف فلان ذي ما يسوى التعليم الغنم. ايه صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لان شف هل هو يعتبر كذاب؟ قصايد المدح قصايد المدح 70% ما بظن الشعر كلهم في ناس والله يستحقون المدح 70% من قصايد المدح تبني جيك بس
اطلبني قصيده وانا اجيك كل مدحي كله في راسي احول لك المدح كله. يعني مثلا لو جاك مثلا الحين بعد البرنامج واحد قال يا ابو نياف ابغاك تكتب لي بيت او تكتب لي قصيده في فلان الفلاني رجل اعمال الفلاني، وجيت انت هبته ما هبته فوق الجبال بزلط ولا بدون؟ تفضل مايك اقل والله من الكلام. بس بقول بعض الشعار مثلا، بعض الشعار معك صاحب البدله شوف اسمعني، بعض الشعار يمكن ما حصل احد يطلب منه قصيده وكذا، فاذا جاء هذا الشخص يعني ما يصدق على الله انه يكتب قصيده يظهر شعريه، عرفت؟ لا لا ما لها دخل، ما لها دخل يا اخي. في شعار كبار امدحوا ناس وهم اعترفوا بانفسهم ان الناس هذه ما تستاهل المدح، وكل يوم تلقاه في القناة. طيب دقيقة 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 دقيقة، أنا يمكن طال عمرك مثلا أضرب لك مثلا، يمكن أمدح لي رجال هاقم فيه بالعلم الطيب. خمس دقائق يا شباب ها؟ يمكن أمدح رجال هاقم فيه بالعلم الطيب، عرفت؟ فيوم أنت ليش طفيت؟ خلاص يا ابن الحلال ده ما عاد إلا خمس دقائق. تعرف ذا الزر الأحمر ارفع شوي، ارفع الزر الأحمر. ليش دخله؟ ارفع الزر الأحمر شوي.